السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الأول في مادة الفيزياء. موضوع درسنا لهذا اليوم يتحدث عن قوانين الغاز والغاز المثالي. راح نتعلم بإذن الله اليوم ونعرف العلاقة بين الضغط والحجم عند ثبات درجة الحرارة. أيضا راح نعرف العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة عند ثبات الضغط. أيضا راح نعرف العلاقة بين الحجم والضغط ودرجة الحرارة. أيضا راح نتعلم ونعرف ما المقصود بالغاز المثالي، ونحسب ضغط الغاز وحجمه وعدد مولاته. جميل. كما تعرف فإن الغطاس لا يتنفس تحت الماء إلا بوجود اسطوانة غاز. هذه الفقاعات هي عبارة كما تعرف عن هواء، هو هواء الزفير الذي يطلقه هذا الغواص. كل فقاعة من هذه الفقاعات عبارة عن مجموعة من جزيئات الغاز، جزيئات الهواء المتجمعة مع بعضها البعض. طبعا الغاز هذا عبارة عن مائع، هذا المائع موجود داخل مائع كبير اللي هو الماء. لماذا يصعد مائع الغاز داخل مائع الماء؟ طبعا إجابتك راح تكون لأنه الغاز أقل كثافة من الماء، لذلك يصعد الغاز ويصعد الهواء إلى أعلى. جميل جدا. عندما بدأ العلماء في دراسة الغازات والضغط لاحظوا وجود بعض العلاقات المثيرة للاهتمام، وكانت أول علاقة يتم اكتشافها هي قانون بويل بالنسبة إلى العالم الكيميائي والفيزيائي روبرت بويل، وهو أحد أشهر علماء القرن السابع عشر الميلادي. خلينا نشوف مع بعض قانون بويل. لاحظ معايا ماذا يحدث للحجم، لحجم الغاز إذا زاد الضغط عند ثبات درجة الحرارة. الآن نتخيل مع بعض هذا الوعاء الأول. لاحظ أن درجة الحرارة الآن لا تؤثر في هذا الوعاء. ماذا يحدث لحجم المائع اللي داخل هذا الوعاء إذا زاد الضغط عليه؟ لاحظ معايا زودنا الضغط، لاحظ أن الحجم إيش صار فيه؟ لاحظ قارن الحجم، الحجم الآن قل. إذن كلما زودنا الضغط قل الحجم. الآن درجة الحرارة ثابتة لا تؤثر في هذه الحالة. إذن مرة أخرى، كلما زاد الضغط كلما قل الحجم. أيضا أبغاك تشوف المسافات بين الجزيئات. لما كان الضغط خفيف مسافات كبيرة جدا، لاحظ الآن أن المسافات بدأت تقل، وكلما زاد الضغط قلت المسافات بين هذه الجزيئات. إذن أكمل الفراغ التالي، تكون العلاقة بين الحجم والضغط عند ثبات درجة الحرارة علاقة عكسية، لأنه كلما زاد الضغط قل الحجم. جميل. إذن تذكر في العلاقة العكسية يكون حاصل ضرب المتغيرين يساوي مقدارا ثابتا. اذكر نص قانون بويل والعلاقة الرياضية. طبعا العلاقة الرياضية لبويل عبارة عن الضغط مضروبا في الحجم يساوي الضغط مضروبا في الحجم. ما نص قانون بويل؟ أن حجم عينة من الغاز يتناسب عكسيا مع الضغط المؤثر عليه عند ثبوت درجة الحرارة. إذن العلاقة بينهم علاقة عكسية. ركز جيدا في فقاعات الهواء، ماذا تلاحظ؟
أبغى تركز هنا في فقاعات الهواء لهذين الغواصين، ماذا تلاحظ؟ أبغاك تدقق النظر وتركز في الفقاعات التي للتو خرجت من هذا الغطاس، كيف هي صغيرة جدا جدا جدا، وبعد مسافة معينة زاد حجمها وكأنها تفجرت. ما هو السبب في ذلك؟ لاحظ الغازات هنا كيف حجمها كبير جدا، والغازات في البداية يكون حجمها صغير جدا. إذن حجم فقاعة الهواء تبدأ بحجم صغير ومن ثم تتفجر وتصبح أكبر بكثير، والسبب يعود إلى نقصان الضغط المؤثر عليها كلما صعدت إلى أعلى. إذن فقاعة الهواء كلما بتصعد إلى أعلى الضغط بيقل عليها فيزداد حجمها. قلنا أن هناك علاقة بين الضغط والحجم، كلما قل الضغط زاد الحجم، العلاقة ذكرنا أنها علاقة عكسية. بعد ذلك وبعد 100 عام اكتشف العالم تشارلز في أثناء تبريده للغاز أن حجمه يتقلص بمقدار 1 لكل 273 من الحجم الأصلي عند انخفاض درجة حرارته بمقدار درجة مئوية واحدة أو درجة سيلسيوس واحدة. الآن العالم تشارلز لاحظ أن هناك علاقة بين الحجم وبين درجة الحرارة، كلما برد الغاز كلما قل حجمه. العلاقة بينهم بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية، لأنه كلما قلت درجة الحرارة قل الحجم. لاحظ مع بعض، أي أن العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته علاقة طردية. خلينا نشوف مع بعض العالم تشارلز كيف توصل إلى هذه العلاقة، مع أنه في ذاك الزمان لم يكن هناك آلات ولم تكن هناك تقنية تخفض درجات الحرارة إلى درجات حرارة صغيرة جدا جدا. العالم تشارلز قام بتجربته على درجات حرارة سهل الحصول عليها في ذاك الوقت. لاحظ، قام بالتجربة عند درجة حرارة 100 درجة مئوية، فتحصل على حجم مقداره تقريبا 56. بعد كده بدأ ينقص درجة الحرارة فيقل معه الحجم، يقل درجة الحرارة يقل معه الحجم، تقل درجة الحرارة يقل معه الحجم، إلى أن وصل إلى درجة حرارة مقاربة للصفر. لاحظ أن الحجم قل من تقريبا 56 إلى تقريبا 43. طبعا في ذاك الزمن لم يكن هناك أجهزة تستطيع أنها تبرد أكثر من الصفر، فقام العالم تشارلز بمد خط المنحنى البياني لإكمال التجربة، ولاحظ أنه عند وصولنا إلى درجة سالب 285 تحت الصفر فإن الحجم يصبح يساوي صفر. بعد أن قام بمد المنحنى البياني لبياناته عند درجة حرارة المنخفضة جدا، تبين له أنه إذا انخفضت درجة الحرارة إلى سالب 273 درجة سيلسيوس فإن حجم الغاز يصبح صفر. سميت هذه الدرجة بالصفر المطلق، والتي تمثل الصفر بمقياس الكلفن. إذن الصفر بمقياس الكلفن هو سالب 273. الآن نبغى نذكر نص قانون تشارلز والعلاقة الرياضية له. نبدأ في العلاقة الرياضية. لاحظ الحجم في بداية الحالة مع درجة الحرارة عند هذه الحالة تساوي الحجم في نهاية دراسة الحالة قسمة درجة الحرارة عند نهاية دراسة هذه الحالة. إذن نص قانون تشارلز يقول عند ثبوت الضغط فإن حجم عينة الغاز يتغير طرديا مع درجة الحرارة، كلما قلت درجة الحرارة كلما قل الحجم، كلما قل الحجم كلما قلت درجة
الحرارة. عند دمج قانون بويل وقانون تشارلز مع بعض فإنها نحصل على القانون العام للغازات. خلينا نشوف مع بعض القانون العام للغازات. إذن القانون العام للغازات يدرس الغاز في حالة تغير الضغط وفي حالة تغير الحجم وأيضا في حالة تغير درجة الحرارة. لاحظ معايا القانون العام للغازات، إذا قمت بتثبيت الضغط اللي هو الضغط P فإني أحصل على قانون تشارلز، وإذا قمت بتثبيت درجة الحرارة T فإنني أحصل على قانون بويل. ضع الحرف المناسب من القائمة التي على يمينك بما يناسبها في القائمة التي على اليسار. نبدأ. العلاقة بين درجة الحرارة والحجم. العلاقة بين درجة الحرارة T والحجم V، هل هي علاقة بويل ولا علاقة تشارلز ولا القانون العام للغازات ولا مقياس الكلفن؟ لو تذكرنا سنجد أنها عبارة عن قانون تشارلز. العلاقة بين الضغط P والحجم V، هل هي قانون بويل ولا القانون العام للغازات ولا مقياس كلفن؟ إذن عبارة عن قانون بويل. الصفر المطلق سالب 273 سلسيوس، هل هو القانون العام للغازات ولا مقياس الكلفن؟ إذن مقياس الكلفن هو الذي يوجد فيه الصفر المطلق. بعد كده العلاقة بين المئوي والفهرنهايتي، هل هي القانون العام للغازات؟ ليست القانون العام للغازات. نشوف اللي بعدها. العلاقة بين الحجم والضغط ودرجة الحرارة هي عبارة عن القانون العام للغازات والذي يدرس العلاقة بين V و P و T. نشوف مع بعض هذا المثال الحسابي. عينة من غاز الإرجون حجمها 20 لتر. الآن أعطاني الحجم ونرمز للحجم بالرمز V. درجة حرارتها 273 كلفن، نرمز لدرجة الحرارة بالرمز T. عند ضغط جو مقداره 101 كيلو باسكال، إذن أعطاني الآن الضغط. فإذا انخفضت درجة الحرارة إلى 120 كلفن، الآن أعطاني درجة الحرارة بعد الانخفاض، نرمز لها بالرمز T 2. وازداد الضغط حتى 145 كيلو باسكال، إذن الآن أعطاني الضغط الثاني بعد الزيادة. احسب الحجم الجديد، يريد إيجاد الحجم بعد أن تغير درجة الحرارة وتغير الضغط. إذن لاحظ، راح نستخدم قانون الغاز العام وهو يريد إيجاد الحجم الجديد، يريد إيجاد V2. إذن سيصبح القانون بالشكل التالي: نضرب الطرفين في T 2 P 2 ضرب T 2 P 2 للتخلص من P و P و T و T. يصبح القانون بالشكل التالي: V2 تساوي P1 V1 T2 مقسومة على T1 في P2. الآن نعوض بالمعطيات الموجودة أمامنا. فالضغط الأول هو عبارة عن 101.3 كيلو باسكال، إذن ضربة في 1000 ضرب الحجم الأول 20 لتر ضرب درجة الحرارة بعد أن انخفضت 120 كلفن مقسوما على درجة الحرارة البدائية اللي هي 200
73 مضروبة في الضغط بعد أن ازداد وأصبح 145 كيلو باسكال، يعني نضرب في 1000 سأجد أن الحجم يساوي 6.1 لتر. إذن هذا هو الحجم الذي أصبحت عليه هذه العينة. ما هو الغاز المثالي وهل هو موجود في الحقيقة؟ خلينا نشوف مع بعض. الغاز المثالي هو نموذج فيزيائي تخيلي لتصرف المادة في الحالة الغازية. نشوف احنا في الحالة الغازية كيف بتتصرف هذه المادة. يفرض النموذج عدم وجود تفاعل بين الجزيئات، كأن الجزيئات لا تفاعل بينها تماما، لذا فإنه مناسب لوصف غازات ذات كثافة منخفضة. يعني إيش ذات كثافة منخفضة؟ هذا يعني أنه عدد جزيئاتها قليلة جدا. من خصائص هذا الغاز أن حجم الجزيئات مهملة بالنسبة للوعاء. ثاني شيء، التصادمات بين الجزيئات في هذا الغاز تصادمات مرنة، لا تفقد فيها طاقة ولا تكتسب طاقة، لا تفقد فيها درجة حرارة ولا تزداد فيها الحرارة. أيضا من الخصائص أنه حركة جزيئات هذا الغاز حركة عشوائية دون مؤثرات خارجية تؤثر عليه. إذن هذا الغاز غير موجود في الحقيقة، إنما هو فقط نموذج فيزيائي. عند استخدام نظرية الحركة الجزيئية نستطيع أن نجد أن الثابت في القانون العام للغازات يعتمد على عدد الجزيئات N. وضح ذلك. افترض أن عينة من الغاز موجودة في وعاء وأن درجة الحرارة و الحجم ثابتان. افترض أنك قمت بزيادة عدد الجزيئات، ما الذي سيحدث الآن؟ سيزداد الضغط في هذا الوعاء. لماذا؟ لأني أنا زودت عدد الجزيئات. طيب لو قمت الآن بإنقاص عدد الجزيئات، ما الذي سيحدث لما أنقص عدد الجزيئات؟ سأجد أن الضغط راح يقل لأن عدد الجزيئات قلت. إذن هناك علاقة وطيدة بعدد الجزيئات N. جميل. قانون الغاز المثالي يتناسب طرديا مع عدد الجزيئات. هذا هو قانون الغاز المثالي، لكن هناك بعض التعديلات التي يجب أن نجريها عليه. R هي عبارة عن ثابت بولتزمان، N عدد كبير جدا وعدد الجزيئات، لذا يجب أن نستخدم المول بدلا من عدد الجزيئات. والمول الواحد يساوي عدد أفوغادرو من الجزيئات. إذن سيصبح القانون بهذا الشكل، حيث أن P هي الضغط و V هو الحجم و N هو عدد المولات و R هو ثابت بولتزمان و T هي درجة الحرارة. عدد المولات لكي نجدها أحيانا نحتاج إلى هذا القانون، حيث تمثل N كتلة العينة المدروسة، وتمثل M كابيتال الكتلة المولية للمادة.
جميل. قانون الغاز المثالي فعال في جميع الحالات إلا في حالة عندما يكون فيها الضغط عالي جدا أو تكون فيها درجة الحرارة منخفضة. في هاتين الحالتين لا يكون قانون الغاز المثالي فعالا. إذن قانون الغاز المثالي يتوقع عمليا سلوك الغازات بصورة جيدة ما عدا الحالات تحت ظروف الضغط العالي والمتوسط، المتوسط، المنخفض، العالي. إذن ذكرنا أنه تحت ظروف الضغط العالي لا يصبح هذا القانون عمليا. عدد الجزيئات في عينة من المادة كتلتها تساوي الكتلة المولية من المادة. هذا عبارة عن ثابت بولتزمان، عدد أفوغادرو، التمدد الحراري، الباسكال. إذن عدد الجزيئات هو عبارة عن عدد أفوغادرو. نشوف هذا السؤال. إذا كان معدل الكتلة المولية لمكونات الهواء 29 جرام لكل مول، فما حجم 1000 جرام من الهواء عند ضغط مقداره 1/10^5 باسكال ودرجة حرارة مقدارها 293 كلفن، علما بأن ثابت بولتزمان 8.31 باسكال في متر تكعيب لكل مول كلفن؟ نكتب المعطيات. أول معطى أعطاني هو في السؤال هو عبارة عن الكتلة المولية M كابيتال، طلب مني إيجاد حجم الهواء، أعطاني أيضا الضغط، وأعطاني أيضا درجة الحرارة، وأعطاني أيضا ثابت بولتزمان، أعطاني أيضا كتلة العينة اللي تساوي 1000 جرام. إذن نبدأ بإيجاد الـ N small، عدد المولات N small تساوي كتلة العينة مقسومة على الكتلة المولية. إذن N small تساوي عدد المولات يساوي كتلة العينة اللي هي 1000 جرام مقسومة على الكتلة المولية اللي هي 29 جرام. سأجد أنه عدد المولات يساوي تقريبا 34.48 مول. جميل. الآن باستخدام قانون الغاز المثالي نوجد الحجم. سيصبح القانون بهذا الشكل: V تساوي N في الـ R في الـ T مقسومة على الضغط. نعوض الآن في القانون: عدد المولات 34.48 مضروبة في ثابت بولتزمان 8.31 مضروبة في درجة الحرارة اللي هي 293، كل هذا مقسوما على الضغط والذي يساوي 1.11/10^5. سأجد أن الحجم يساوي تقريبا 0.82 لتر. إذن تعلمنا اليوم قوانين الغازات وبدأنا بقانون بويل. قلنا هو عند ثبات درجة الحرارة يتناسب حجم الغاز مع الضغط تناسبا عكسيا. بعد كذا تعلمنا قانون تشارلز وقلنا عند ثبات الضغط تناسب حجم الغاز مع درجة الحرارة تناسبا طرديا. بعد كذا تعلمنا القانون العام للغازات وهو القانون الذي يدرس التغير في الحجم والضغط ودرجة الحرارة. بعد ذلك أخذنا الغاز المثالي وقلنا هو غاز غير موجود حقيقة ولكنه افتراضي حتى يسهل علينا دراسة الغازات الخفيفة. هذه مراجع درسنا لهذا اليوم. وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية. وأمامكم أيضا قنوات التواصل
شكرا جزيلا لكم.